السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في اليوم الثالث من الملتقى الهندسي العربي، والحمد لله يعني اليومين الأول والتاني عدى على خير واستفدت كتير جدا من المحاضرات. النهاردة إن شاء الله معانا محاضرة مع المهندسة منى رزق، وهي باحثة الدكتوراه بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومؤسس شركة أو إم للتدريب المتعارف عليها تجاريا باسم او ام للحلول التعليميه، ومؤسس شريك للمدرسه الصيفيه للتنميه المستدامه، ومحاضر التصميم البيئي الحاسوبي، ومدرس مساعد بالمدرسه الصيفيه الدوليه، وعضو الاي بي بي اس اي مصر، وعضو برنامج فيرشوال هيرتج كايرو الفي اتش سي. وان شاء الله النهارده اتكلمنا على المباني المتنفسه لمواجهه التغيير المناخي. اتفضل حضرتك. شكرا لحضرتك يا باشمهندس. الله يكرمك. هو انا يمكن مش اول مره اتكلم عن الموضوع ده، بس انا حابه انه نتكلم عنه اكتر، لانه الموضوع فعلا مهم جدا. ومشكله التغيرات المناخيه زمان كانت الناس بتنكرها، وكانت بتقول انه بلاش يا جماعه يعني تخوفوا الناس من حاجه ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. بس انا مبسوطه ان دلوقتي وبعد فتره طويله جدا، يعني يمكن انا بدات دراستي لموضوع التغيرات المناخيه من حوالي 2009 2010، دلوقتي بدات الناس تبقى واعيه لمشكله التغيرات المناخيه وازاي نقدر نخفف منها او نتكيف معاها. موضوع المباني المتنفسه واخدكم معايا كده في حدوته نبتديها مع بعض. اولاني، هو ممكن المبنى يتنفس اصلا؟ هو فعلا المبنى ممكن يتنفس زيه زي اي كائن حي. عشان نقول ازاي المبنى ممكن يتنفس، نقول ليه احنا محتاجين ان المبنى يكون اصلا مبنى متنفس. المبنى محتاجين يكون مبنى متنفس لان احنا عندنا مشكله كبيره جدا، اللي هي مشكله التغيرات المناخيه. مشكله التغيرات المناخيه دي، للي مش عارف او مراجعه بسيطه كده، انه في حاجه اسمها الاحتباس الحراري بدانا ان احنا نحس بيها في من ساعة الثورة الصناعية ما بدأت المشكلة دي تحصل تقريبا. ربنا خلق لنا في الغلاف الجوي طبقة من الغازات زي غاز الميثان، ثاني أكسيد الكربون، الأكسجين، الهيدروجين، وكل الغازات اللي احنا كلنا عارفينها بنسب محددة، بحيث إن أشعة الشمس لما بتسقط على الأرض في جزء منها بيمتص وجزء منها بيرتد للفضاء الخارجي، والجزء اللي بيرتد ده بيكون جزء ضار. ده غير ان المظله دي كانت بتمنع عننا الاشعه الضاره اللي ممكن تيجي للارض من الفضاء الخارجي. لكن لما بدات نسب الانبعاثات دي تزيد، انبعاثات الغازات اللي هي موجوده في الطبقه بنسب محدده بدات تزيد مع استهلاكنا لحرق الوقود الاحفوري واستهلاكنا للطاقه، فبدات النسب دي تزيد بشكل مبالغ فيه، فبدات اشعه الشمس تسقط على الارض جزء منها يمتص والجزء اللي بيرتد بيرجع لنا تاني للارض، فبدأ يحصل حاجة اسمها احتباس حراري ودرجة حرارة الأرض بدأت تزيد. طبعا في منظمة اسمها منظمة الـ IPCC أو الجهة الحكومية المعنية بتغير المناخ، بتعمل حاجة اسمها نماذج مناخية عشان تعمل دراسة للمناخ وإزاي بيتغير على مدار السنين. فبدأوا يعملوا ملاحظات فلقوا إن المناخ اتغير حوالي من درجة لدرجتين من سنة 1910 لغاية 2010، وعملوا حاجة اسمها سيناريوهات للتغيرات المناخية في المستقبل لسنة 2050 وسنة 2100، شكل المناخ هيبقى عامل ازاي او نسبة التغير في درجات الحرارة هتبقى قيمتها قد ايه. فلو ان هي درجة الحرارة هتزيد معدل من 15 من 100 ل 30 من 100 درجة سيليزيوس لكل عقد او لكل 10 سنين. احنا هنا في مصر بقى بدأنا نلاحظ موضوع التغير المناخي ده من امتى؟ بدأنا نلاحظه تقريبا من 2007. لو تفتكروا في الوقت ده درجة الحرارة عالية فجأة بشكل احنا ما كناش واخدين عليه، بدأت الكهرباء تقطع كتير جدا في الصيف وعملت مشكلة كبيرة جدا وقتها. هو فعلا في 2007 بدأنا يبقى عندنا ملاحظات لمشكلة التغيرات المناخية في مصر، والملاحظات كانت بتقول ان درجة الحرارة زادت بنسبة 30 من 100 درجة سيليزيوس لكل عقد. وفي مشروع التنمية والتغير المناخي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عمل ريبورت في سنة 2004 بيقول إن درجة الحرارة بدأت تزيد من درجة مئوية ل 2.4 درجة سيليزيوس لسنة بحلول عام 2100. وفي بقى التوقعات اللي هي الأسوأ توقعات بتقول إن درجة الحرارة هيبقى بتزيد بمعدل من 3 ل 3.5
درجة سيليزيوس بحلول عام 2100 في مصر. طبعا ده شيء بالنسبة لنا مخيف، والمفروض ان احنا نبتدي نتحرك له، لان اساسا احنا دلوقتي بدأنا نحس بالمشكلة دي. دلوقتي بدأ يبقى عندنا مشكلة، احنا بيوتنا بقت احر من بره في الصيف وابرد من بره في الشتاء. ده بيرجع لان احنا المباني بتاعتنا مش مصممة بحيث انها تواجه مشكلة كبيرة زي مشكلة التغيرات المناخية. طيب انا كمعماري يعني انا بتكلم في ساينس ودرجة الحرارة بتزيد واحتباس حراري وغازات وحاجات كده، انا كمعماري مالي بيها؟ انا كمعماري لازم يكون عندي الوعي ده، لاني المباني اللي انا بصممها مسؤولة عن ثلثين الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية، وده رقم مش قليل ابدا. ثلثين الانبعاثات دول او النسبة دي، في ثلثين منهم بيكون بسبب استهلاك الطاقة جوه المباني، وثلث بسبب حاجات غير مباشرة زي الاحتراق المباشر جوه المباني. أنا عندي نسبة كبيرة جدا من الغازات بتنبعث من المباني نتيجة استهلاك الطاقة المبالغ فيه جوه المباني، نتيجة استخدام التكييفات والإضاءة الصناعية وما إلى ذلك من الأجهزة اللي موجودة جوه البيوت أو جوه أي مبنى احنا بنصممه. عندنا مشكلة تانية غير مشكلة التغيرات المناخية واللي بتؤثر وتتأثر بمشكلة التغيرات المناخية برضه، هي مشكلة الجزر الحرارية الحضارية. ودي مع هي ظاهرة بتتمثل في ارتفاع درجة حرارة المدن، مراكز المدن يعني، بمعدل من 3 ل5 درجات فرق عن المناطق النائية أطراف المدينة أو القرى، وده بيكون راجع لاستهلاكنا أو لاستخدامنا للماتيريال الغير صديقة للبيئة، زي الاسفلت اللي احنا بنعمل بيه الشوارع، زي الواجهات الزجاجيه اللي موجوده في الكثير من المباني الاداريه عندنا، زي مواد التشطيبات اللي غير متوافقه مع البيئه زي الاسمنت والخرسانات اللي موجوده في كل منطقه، وبالتالي وكمان الابخره والغازات والانبعاثات اللي خارجه من المباني واجهزه التكييف اللي موجوده على واجهات المباني في كتير من الاماكن. الحاجات دي كلها تكاتفت علينا وخلت درجه حراره المدن بتكون اعلى بمعدل من 3 ل5 درجات عن اطراف المدينه او عن مناطق النائيه او القرى. وطبعا قله التشجير وعوامل كتير جدا بتتضافر مع بعضها عشان تعمل المشكله دي. تخيلوا بقى احنا عندنا اصلا درجه حراره المدينه مرتفعه، وفي عندنا مشكله تغيرات مناخيه فهتزيد اكتر من المعدل الطبيعي بتاعها. في عندنا كمان حاجة اسمها ظاهرة المباني المريضة. أنا عندي المبنى بتاعي مش مصمم إن هو أصلاً يوفر لي الراحة للمستخدمين في الظروف العادية، في التغيرات اللي هي بتاعة الفصول اللي هي صيف ربيع خريف شتاء. فما بالنا بقى وإحنا عندنا مشكلة تغير مناخي. متلازمة المباني المريضة دي معناها إن المبنى ده ممرض للناس اللي هم بيستخدموا المبنى ده. احنا لما عملوا دراسة على حياة الانسان لقوا ان الانسان بيعيش من 80-90% من حياته جوه مبنى. احنا بنعيش جوه بيوتنا في مباني، بنطلع من بيتنا نروح المدرسة جوه مبنى، بنطلع من المدرسة نروح الجامعة جوه المبنى، ممكن نروح الشغل برضو من بعدين جوه مباني، حتى لما بنفكر نخرج يا اما بنروح مول او بنروح كافيه او مطعم، فبنبقى طول الوقت جوه مبنى. تخيلوا ان المبنى ده بيتسبب في ان هو يجيب لنا الامراض المختلفة، لانه معتمد على التكييف، مفيش تهوية طبيعية كويسة، مفيش اضاءة طبيعية كويسة، الماتيريال اللي هو بيستخدمها بتطلع حاجات اسمها VOC او مركبات عضوية متطايرة بتأثر على جهازنا التنفسي. الحاجات دي كلها او المباني المريضة دي هتلاقيك بتعمل لك صداع، اعراض كلها زي اعراض الانفلونزا والبرد، وجع في الزور، هنلاقي مشاكل في الجهاز التنفسي، هنلاقي مشاكل في الرؤية او العين، هتلاقي دايما ان انت مرهق وتعبان والانتاجية بتاعتك قليلة، وطول ما انت قاعد في الشغل تحت التكييف حاسس ان انت عايز تنام ومش قادر، او ممكن تكون في المحاضرة عمال تنام قدام الدكتور، مجرد ما بتخرج من المحاضرة او من المكان المكيف ده بتلاقي نفسك صحصحت والدنيا بقت كويسة، وما انا كنت جوه بنام ليه؟ عشان ده تأثير المبنى اللي انت موجود جواه عليك، ان هو بيسبب لك المرض مع الوقت، وخاصة الناس اللي عندها اصلا مشاكل في الجهاز التنفسي، يعني 3/4 المصريين عندهم حساسية في الجيوب الانفية وحساسية في الجهاز التنفسي، فما بالنا بقى واحنا قاعدين جوه مبنى بيعيينا طول الوقت. فدي متلازمة المباني المريضة، ومع مشكلة التغيرات المناخية المشكلة دي بتزيد اكتر. يبقى انا هنا انا دخلت كده جوه سايكل مش بتخلص. انا عندي اجهاد حراري سواء كان بسبب الحراره العاليه او الحراره المنخفضه بيحصل،
جوه المباني وبيزيد مع مشكله التغيرات المناخيه. الجوده الهواء الداخلي، لان مبانينا مش مصممه ان هي تكون جيده التهويه، يعني مش كلها عشان بس ما نعممش، مش كلها مصممه ان هي توفر لي تهويه طبيعيه طول الوقت، فكده بيكون مفيش جوده في الهواء الداخلي جوه المباني مع الرطوبه اللي بتبقى عاليه شويه منخفضه شويه مع اختلاف الفصول. ده بيخلي لي البكتيريا تنمو او بيحفز نمو البكتيريا جوه المباني، طبعا مع مواد التشطيبات الغير متوافقه مع البيئه ومع ارتفاع درجه الحراره بتبتدي تعمل المركبات العضويه المتطايره دي، فبتاثر لي على صحه الانسان. فانا عندي مبنى غير مريح حراريا وكمان مش صحي تماما للانسان، ده بيخليني استهلك طاقه اكتر وبالتالي بزود مشكله التغير المناخي اكتر. يبقى انا كده دخلت جوه سايكل، الحراره مرتفعه، انا بستهلك طاقه علشان اوفر لنفسي الراحه الحراريه سواء بالتكييف في الصيف او بالدفايه في الشتاء، وبالتالي الطاقه دي بينتج عنها انبعاثات زياده في الغازات المسببه للتغيرات المناخيه، وبالتالي بزود مشكله التغير المناخي، برفع درجه الحراره، بستهلك تكييف اكتر، وهكذا. لازم نكسر السايكل دي علشان ابتدي اتكيف او اخفف من اثار التغيرات المناخيه. يبقى انا هنا محتاج ان انا اعمل مبنى مريح صحي للمستخدمين وفي نفس الوقت متوافق مع البيئه اللي هو مبني فيها. وطبعا هنلاقي كل مشاكلنا جوه المباني او معظمها بيكون حلها تهويه طبيعيه، سواء كانت تهويه طبيعيه عشان ابرد او اغير درجه حراره الفراغات الداخليه للمباني او عشان اعلي من جوده الهواء الداخلي. معظم الحلول كانت مرتبطه بان احنا نعمل كروس فنتيليشن جوه المبنى. لو انا بدات ان انا اخد اجراءات تخفيف من الانبعاثات المسببه للتغيرات المناخيه وتدابير التكيف مع التغير المناخي اللي كده كده هيحصل، لان التغير المناخي مش بس بيحصل بسبب الانسان واستهلاكه للطاقه العاليه، لا ده في جزء كمان طبيعي بسبب اسباب طبيعيه لازم كده كده هيحصل انا ماليش يد فيه، لازم اعمل تخفيف للجزء اللي انا بسببه بنفسي وتكيف مع الجزء اللي هيحصل كده كده. فبالتالي انا لو عملت ده هقدر ان انا اتكيف واخفف من مشكله التغيرات المناخيه بنسبه 30%، ودي اعلى نسبه من ضمن كل القطاعات اللي موجوده، اعلى نسبه جوه قطاع المباني ان هو يقدر يحل المشكله بنسبه 30%. طيب انا علشان ابتدي اتكيف مع التغير المناخي كان لازم الاول ابص في الطبيعه، لان طبعا الطبيعه بالنسبه لنا هي خير معلم، وسبحان الله يعني ربنا خلق الكون في توازن، وانا لو ما اتعلمتش منه يعني هتعلم من مين؟ فهنا انا لقيت انه على حسب الدراسه اللي عملتها انه التكيف بيحصل في الطبيعه في اكتر من شكل. الاشكال الاساسيه كانت 3 اشكال، اول حاجه التاقلم او التكيف السلوكي، وده ظهر مع الدب القطبي اللي بدا بسبب التغيرات المناخيه الجليد يبتدي يدوب، فبدات الفقمات او النوع الغذائي اللي هو بيتغذى عليه يبقى قليل في فترات ذوبان الجليد، فبدا ان هو يعني مش هيموت بقى من الجوع، بدا يصوم لفترات طويله جدا عشان يتكيف او يتاقلم مع عدم توافر الغذاء بتاعه في فترات معينه، ولما تتوافر الغذاء بيبتدي ان هو يتغذى عليها وهكذا. هو كده غير من سلوكه بحيث ان هو يتكيف او يتاقلم مع المشكله المناخيه او المشكله البيئيه اللي حصلت معاه. الصورة الثانية من التكيف كان التكيف في المرونة أو اسمه التكيف التركيبي، وده حصل في نوع من أنواع الفراشات ساعة الثورة الصناعية في إنجلترا. بدأت أول أكسيد الكربون يتراكم على أسطح المباني وعلى الأشجار وعلى كل الأسطح، فبدأت الدنيا كلها يبقى لونها أسود بسبب أول أكسيد الكربون، وبالتالي الفراشات دي كان لونها أبيض، فبقت فريسة سهلة للحشرات اللي بتتغذى عليها. تعمل إيه؟ عبر اجيال واجيال، الموضوع طبعا ما تمش كده بين يوم وليله، عبر اجيال بدات تطور من الدي ان ايه بتاعها بحيث ان لونها مع الوقت بقى لونها اسود تماما، وقدرت انها تتكيف مع الانفايرمنت او الواقع اللي هي اتحطت فيه. وبعدين بعد ما المشكله دي بدات تقل شويه بدات ترجع تاني عبر الاجيال المتتاليه ان هي يبقى لونها يرجع يبقى ابيض في اسود، ما رجعش يبقى لونها ابيض تماما زي الاول. يبقى كده هي غيرت من تركيبها مع مرور الزمن عشان تتكيف مع الوضع اللي هي فيه. بالنسبة بقى للتكيف أو النوع الثالث من التكيف كان التكيف عن طريق الذكاء أو عن طريق التعلم.
هنا ظهر في طائر القبعة السوداء. طائر القبعة السوداء ده كان بيمشي من أفريقيا لأوروبا في خط سير معين. لما ظهرت مشكلة التغيرات المناخية وبدأت درجات الحرارة تعلى في خط سيره، وهو أثناء الهجرة بتاعته بدأ إن هو يغير خط السير تماما عشان يهرب من درجات الحرارة العالية أثناء الهجرة بتاعته. وبكده هو تعلم مع الوقت إن المسار ده ما بقاش مناسب ليه، فبدأ إن هو يغير المسار تماما عشان هو أخذ بخبرته أو بملاحظاته إن هو في حاجة معينة هتعيق طريق الهجرة بتاعته، فبدأ يغير الطريق بتاعه تماما. طب إحنا المباني بقى هل هي ممكن تتكيف زي الكائنات الحية؟ إحنا فعلا المباني في جزء منها بيتكيف بشكل عادي جدا، بس إحنا ما كناش واخدين بالنا أو ما كناش مركزين معاه قوي، فلقينا إن المبنى فيه شيء من المرونة أو تكيف التركيبي. إحنا لما بنيجي نقعد نعمل محاولات ونقعد نعمل اوبشنز والاوبشن ده مش نافع، لا ندخل على اوبشن تاني، فانا كده بعمل تغير في تركيب المبنى مع الوقت ومع المحاولات عشان اوصل للحل الاوبتيمم او للحل الامثل اللي انا عايز اوصله. وده كاكزامبل كده مبنى ميلينيوم تاور في طوكيو من تصميم نورمان فوستر. بدا ان هو يقول انا عايز اعمل مبنى، فعمل او تاور، فعمله عباره عن كيوب عادي جدا خالص. فالكيوب ده كان فيه رياح بتمر حواليه، هو عايز يقلل احتكاك الرياح دي بغلاف المبنى الخارجي، فبدأ يفكر انه هو هيعمله سلندر. فلا مش هو ده اللي عايزه، بدأ يطور شوية فعمله شكل مخروطي بحيث انه هو يخلي أداء الهواء وحركة الهواء حوالين المبنى تتماشى مع الفكر التصميمي اللي هو عايز يعمله. وبكده عمل حاجة اسمها فورم فايندينج، ومع الوقت بدأ يحسن من المساقط الأفقية في كل دور بحيث أنها تتماشى مع السلوك أو الأداء بتاع المبنى في كل دور والاستخدام بتاع المبنى اللي هو بيصممه. وبعد كده بدأ أنه هو يغير من الشكل الغلاف الخارجي في محاولات وتكرارات، وكده بقى فيه فليكسبيليتي أو مرونة أو تغير تركيبي بيحصل مع الوقت طول التصميم بتاعنا. برضو المرونة بتظهر مع برامج السيميليشن اللي بدأت تبقى متاحة لنا في السنوات الأخيرة، وإن أنا دلوقتي بقيت أعمل سيميليشن من قبل ما المبنى يتنفذ خالص وأنا لسه بصمم عشان أحط إيدي على المشاكل المختلفة. وده ظهر كإكزامبل في قاعة المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، لما لقوا إن درجة حرارة الهواء بتبقى عالية في أوقات معينة وبدأوا يعملوا سيميليشن وبدأوا يعملوا حلول للمشكلة ويقيسوا مدى نجاح الحلول دي. برضو برج اللؤلؤة في الصين بدأوا ان هم يشوفوا ايه اقصى اشعاع شمسي على الغلاف المبنى من بره عشان يبتدوا يحطوا عليه خلايا شمسية ويستفيدوا من المناطق اللي عليها اشعاع شمسي جديد. التكيف السلوكي بقى او التأقلم ده بيظهر في المباني الحركية. عندي زي مبنى العالم العربي في باريس، لما عملوا 30,000 وحدة بتتحرك زي عدسة الكاميرا عشان توفر كمية إضاءة مناسبة لاستخدام المبنى بالداخل، فهنا ده اسمه تأقلم أو تكيف بالتأقلم، إن هو بيغير سلوك المبنى كل ساعة أو كل وقت معين عشان يعمل لي أداء معين أنا عايزه جوه المبنى أو أنا منبرمج الواجهة المبنى عليه. يبقى أنا كده بغير من سلوك المبنى علشان يتكيف. في عندي اللي هو التعلم أو الذكاء. ده بيحصل إزاي في المباني؟ زي بطريقة بسيطة جداً السنسور ان انا بحطه جوه الفراغات عشان يحس لي لو الشخص دخل بيبتدي ينور لي الاضاءة الصناعية، لو الشخص خرج يبتدي يقفل لي الاضاءة الصناعية. طب فين الذكاء في الموضوع؟ الذكاء في الموضوع ان في حاجة اسمها شبكة الاعصاب الصناعية، اللي انا ممكن ابرمج المبنى بحيث انه لو مثلا انا مصممة المبنى انه في لو درجة الحرارة جوه الفراغ الداخلي مثلا زادت عن 27 درجة، ابتدي افتح لي الشباك اللي على الواجهة الشمالية بحيث ان درجة الحرارة بره المبنى ما تزيدش عن 27 درجة مئوية. طيب لو انا كمستخدم قاعد جوه الفراغ ده وجيت في يوم معين المبنى بدأ يفتح الشباك زي ما هو متبرمج، وانا قلت لا انا مش مرتاح حراريا وقفلت الشباك في الوقت ده، شبكة الاعصاب الصناعية بتحتفظ بالسلوك اللي حصل او استخدام الانسان اليوزر اللي هو اسمه اليوزر اكسبيرينس، بتحتفظ بيها بالمعلومة الزيادة دي
وكل سنة في نفس التوقيت هتقفل الشباك في الساعة اللي أنا قفلت فيها الشباك في التوقيت اللي أنا اخترته، لأن أنا ما كنتش مرتاح حراريا. ودي بدأ يبقى عندنا طبعا مباني ذكية، وبيبقى فيه سيستم معين وبرمجة معينة بتعتمد على مجموعة من الانبوتس وعلى اوتبوت معين أنا عايزة أوصل له، وفي بروسيس معينة في النص بيتبرمج المبنى على أساسه. يبقى أنا هنا عشان أصمم مبنى متكيف مع التغيرات المناخية لازم يكون مبنى مستجيب وفيه عناصر استجابة مع التغيرات اللي بتحصل طول الوقت بره المبنى. ده كإكزامبل يعني في مباني استخدمت الأنظمة الحركية زي مبنى كيفير تكنيك أوفيس في استراليا، وده بدأ إن هو يعمل شيدنج ديفايس بحيث إن هي تكون من مادة نفاذة للضوء، وفي نفس الوقت ممكن إن هي تقفل وتفتح بطريقة معينة على حسب كمية الإضاءة اللي هي عايزاها جوه المبنى وكمية الإشعاع الشمسي اللي هي محتاجة إنها تحجبها أو تدخلها جوه المبنى. في عندي برضو مبنى اسمه ديزاين هاب في ملبورن، بدأ إن هو يعمل عدسات زجاجية بتتغير طول الوقت، وكل مجموعة من العدسات بتتغير بشكل مختلف عن المجموعة التانية بحيث إن هي توفر لي كمية إضاءة معينة جوه المبنى وتعمل لي شيدنج على الواجهة الداخلية. يبقى أنا هنا لو عملت الأنظمة المستجيبة دي مع الأنظمة الحركية، الاستجابة هنا هتبقى محتاجة سنسورز، سنسورز داخل المبنى، سنسورز خارج المبنى، وفي بروسيس بتحصل في النص علشان تعمل لي تكيف أو تظبط لي تاخد المعلومات دي وتدخلها جوه بروسيس، وعن طريق مايكرو بروسيسور موجودة جوه المبنى وأكتويتورز بتبتدي تتحكم في الحركة الخارجية لغلاف المبنى. النظام ده كله بيبقى اسمه ريسبونسيف سيستمز، وده بيبقى موجود على حسب اللي هي البيلدينج مانجمنت سيستم، بيتحكم لي في المبنى بحيث ان هو يوفر لي الراحة الحرارية او الراحة الكلية على حسب ما انا مصممة المبنى بتاعي. هنا عندي مبنى ده فلير، هو المبنى ده ظهر فيه ازاي بيعملوا مانجمنت الحركة بتاعة الواجهة. هنا لو شفنا الواجهة بتاعة المبنى بتبتدي كل مجموعة من الوحدات بتتحرك بشكل مختلف بحيث ان هي تدخل اضاءة واشعاع شمسي معينين طول الوقت. وهنا انا بس عايزة اوريكم الجزء بتاع المانجمنت هنا ازاي بيتحكم في الحركة بتاعة الوحدات دي طول الوقت. طيب التنفسية بقى، يعني أنا عندي دلوقتي إيه علاقة المباني المتكيفة والمباني الحركية والمباني المستجيبة بموضوع التنفس؟ دلوقتي إحنا زي ما قلنا في الأول خالص إن كانت حل مشكلة التغير المناخي إن أنا أخفف منها وأتكيف معاها كانت بتنحصر في أو كانت معظم الحلول كانت بتروح ناحية التهوية الطبيعية. طيب التهوية الطبيعية دي هي بالنسبة لي هي التنفس بتاع المبنى. طيب عشان أنا أخلي المبنى ده متنفس لازم أروح للطبيعة وأتعلم منها تاني. هلاقي إنه في الكائنات الحية زي العصفور مثلا، هو عنده في الشهيق بيبقى في جوه الجهاز التنفسي أكياس هوائية أمامية وخلفية. الأكياس الهوائية دي لما بيحصل عملية شهيق بتتملي الأكياس الخلفية بالهواء النقي وتبتدي تتملي بيها تماما، وبعدين بتبتدي تتحرك ناحية الأوعية الدموية وتختلط بيها وتاخد ثاني أكسيد الكربون منها وتروح للأكياس الأمامية لغاية لما تتملي تماما، وعن طريق صمامات معينة بتتحكم في حركة الهواء بتبتدي يحصل في عملية الزفير إن الأكياس الهواء المختلط بثاني أكسيد الكربون بيطلع لخارج المبنى، وبالتالي في عندي جزء حركي وجزء بيعمل كنترول او تحكم في الاجزاء بتاعه الجهاز التنفسي ده، وفي حركه مستمره او تكيف مع احتياجي للهواء او الاكسجين. عندنا في الانسان برضو بيحصل فروق في الضغط ما بين بره جسم الانسان وجوه جسم الانسان، زائد ان انا عندي سنسورز طبيعيه بتحس بمعدل ثاني اكسيد الكربون اللي جوه الرئتين، مجرد ما بيعلى ببتدي اخد شهيق، اخد الاكسجين بيختلط بالهواء الداخلي، وبعدين بيحصل عملية الزفير. ف
فبيطرد الايه ثاني اكسيد الكربون من بره جسم الانسان. التهويه الطبيعيه بقى في المباني هي دي بالنسبه لي التنفسيه، وبتحصل على ثلاث اشكال، يا اما تهويه طبيعيه، يا اما تهويه ميكانيكيه معتمده على الاجهزه او التكييف الصناعي تماما، او حاجه اسمها هايبرد فنتيليشن اللي هي التهويه المختلطه، بتبقى معتمده على التهويه الطبيعيه وعلى الاجهزه اللي بتحفز لي من حركه الهواء جوه المبنى. وهنا التهوية الطبيعية ظهرت في الكوينز بيلدينج لما عملوا زي تشيمني كده بتاخد الهواء من الهواء البارد من الشبابيك السفلية تختلط بالفراغات بتاعة المبنى، وبعدين ياخد الهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون يطلعه من المداخل اللي موجودة في سقف المبنى. برضو في حاجة اسمها التهوية الذكية اللي هي بتعتمد على التهوية المختلطة، اللي هي بيكون فيها جزء ميكانيكي وجزء تهوية طبيعية، زائد ان هو بيعمل على تبريد الهواء عن طريق طريقة طبيعية جدا زي المبنى ده اللي هو ويمبلدون ستاديوم. ده هنا بدأ ان هو يعمل في السقف فتحات عشان يدخل في الهواء الطبيعي، وعمل في الممرات دي ممرات لتوزيع الهواء عبارة عن انابيب من الهواء البارد من المية الباردة، بحيث ان الهواء ده يختلط بيه او يمر على الانابيب دي فيبتدي ان هو يتوزع عن طريق سقف المبنى اللي هو اصلا سقف متحرك على حسب اشعه الشمس او اوقات المطره، بيبتدي يتحرك ريليتد للاشعه الشمسي والاوقات الممطره، وبعدين بيبتدي يوزع لي عن طريق سقف المبنى ده بيبتدي يوزع لي الهواء، بحيث انه بيضخ 254 الف قدم مكعب من الهواء في الدقيقة الواحدة عشان تستوعب الحجم الكبير بتاع الاستاد. فهنا عمل تهوية ذكية بتعتمد على التهوية المختلطة، وفي نفس الوقت برد الهواء ده من غير ما يستخدم التكييف الصناعي. في برضو مثال حلو جدا اللي هو مبنى ابل بارك، مش عارفه انتوا سامعيني الصوت ولا لا، بس هو عباره عن زي شراع بياخد الهواء جوه المبنى بحيث ان هو يعمل عمليه شهيق وزكير زي ما احنا قلنا في الانسان. انتوا سامعيني الصوت بتاع الفيديو؟ احنا سامعين الصوت بس هو وقت دلوقتي. كان في صوت ما فيش صوت. يعني هنا هم كانوا بيقولوا ان المبنى ده عباره عن بيعتمد على التهويه الطبيعيه كانه عمل شراع بيبتدي ان هو يسحب الهواء اللي جوه المبنى بيدخله على تشانل او على ممرات بيبتدي يختلط برضو بانابيب ميه مبرده، وطبعا تكلفه تبريد الميه اقل بكتير من تكلفه ان انا استخدم طريقه صناعيه في تبريد الهواء اللي داخل ده. وهنا كانوا بيقولوا ان المبنى ده مبنى متنفس لانه بيبتدي فيه حركه ديناميكيه في دخول الهواء وخروج الهواء من المبنى. برضه في مثال حلو جدا في مبنى اسمه كي اف دبليو هيد كوارتر في المانيا، هو عمل التصميم بتاع الفورم بتاع المبنى نفسه انسيابي جدا بحيث ان هو يتكيف مع حركه الهواء حوالين المبنى، بحيث يقلل احتكاك الهواء بالغلاف الخارجي للمبنى، وفي نفس الوقت عمل دبل سكن وفتح فتحات في توجيه معين بيدخل منه الهواء يختلط بالهواء اللي ما بين الطبقتين بتاعه غلاف المبنى ويخرج الهواء المحمل بثاني اكسيد الكربون وبخار الماء من جهه المعاكسه، وبكده يكون قدر ان هو يعمل على تكييف المبنى بطريقه طبيعيه جدا ومن غير حتى تبريد انابيب ميه او اي حاجه. في نفس الوقت الشبابيك دي يعني الواجهه عباره عن شبابيك كتيره جدا بتتحرك بحيث ان هي تفتح لما يبقى في احتياج للتهويه الطبيعيه، وتقفل لما بكون انا مش محتاج ان انا الهواء ان هو يدخل للمبنى بتاعي. برضو ابراج البحر في دبي
بدأوا إن هم يعملوا فتحات في الغلاف المبنى في الأماكن اللي بيدخل منها أقصى إشعاع شمسي، ويعملوا فيها حدائق. الحدائق دي طبعا بيمر عليها الهواء، يتم تبريد الهواء قبل ما يدخل للفراغات. ده غير إن الغلاف بتاع المبنى نفسه غلاف متحرك، فبيبتدي إن هو يظلل على الغلاف الداخلي، وبيخلي المنطقة اللي ما بين الغلاف الخارجي والغلاف الداخلي مساحة كويسة إن هي يحصل فيها تبريد الهواء قبل ما يدخل للفراغات الداخلية. وبكده هو هنا قدر إن هو يقلل استهلاك الطاقة اللي رايحة في التبريد بنسبة 20%، وقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40%. طيب هل احنا المفروض ان احنا نقول خلاص انه موضوع المباني المتنفسه ده حاجه مسلم بيها، وهي دي النوع الوحيد او الحل الامثل من المباني اللي انا خلاص هعتمده عشان اتكيف مع التغيرات المناخيه، ولا كان لازم ان انا اعمل تيست علشان اشوف المبنى ده فعلا هيقدر ان هو يتكيف مع التغيرات المناخيه خصوصا في مصر او في الدوله اللي انا عايشه فيها ولا لا؟ فبدأت إن أنا أشوف تصميم المبنى المتنفس ده، لقيت تصميم عامله معماري اسمه سكوت كروفورد في جامعة واشنطن. بدأ إن هو يعمل وحدات بتقدر إن هي تتحرك بشكل إن هي تعمل شهيق وزفير، بيبقى فيها أكتويتور اللي هو ده بيبتدي يسحب لجوه غشاء معين جوه غلاف في غلاف المبنى، بحيث إن هو يعمل عملية شهيق ويطرد او يطلع يضغط الغلاف ده لبره بحيث ان هو يعمل عمليه زفير. وبكده بيعمل بيبقى في حركه ديناميكيه طول الوقت في عمليه الشهيق والزفير، بتبتدي ان هي تغير من معدلات التهويه جوه المبنى. فانا اخذت الوحده دي وبدات ان انا اطبقها على مبنى موجود في القاهره الجديده في مصر، وبدات اشوف ازاي هطبق او ان انا هعمل مبنى متنفس. كان عندي ان انا تحدي، يعني ان انا مش لازم ان انا اعتمد بس على الواجهه المتحركه، لا كان لازم كمان ان انا اطبق الباسيف ديزاين تكنيكس جوه المبنى، زي ان انا اظبط الماتيريال اخليها ماتيريال صديقه للبيئه، يكون فيها عزل حراري، ان انا اشوف فين المسارات بتاعه التهويه، اوجه المبنى توجيه سليم بحيث ان انا اخلي يبقى فيه ممر رئيسي لحركه الهواء، واللي هو ظهر في الكوريدور دي ان هي كانها قصبه هوائيه تبتدي تاخد الهواء من اتجاه الرياح السائده وتوزعه على فراغات المبنى، وبعدين يختلط بالهواء في الفراغات المختلفه وبيتم طرده عن طريق الوجهات الجنوبيه والغربيه او الشرقيه. بدات ان انا اعمل برضو دبل سكين، يعني غلفت المبنى بتاعي بسكين خارجي برضو شفاف بحيث ان هو ما يمنعليش الاضاءه الطبيعيه، وفي نفس الوقت يعمل لي زي شيدنج ديفايس على الواجهات الداخليه. برضو عملت جاردن في الجزء اللي هو ما بين الواجهتين، بحيث ان هو لو في اي تهويه تمت عن طريق الواجهات الجانبيه يكون تم تبريد الهواء قبل ما يتم دخوله للواجهات لغلاف المبنى الداخلي او للفراغات الداخليه للمبنى. وبدأت أدرس عند كل نسبة فتحة إيه اللي بيحصل جوه المبنى، يعني لما كانت نسبة الفتحة 0% 20% 40% لغاية 100% الفتحة مفتوحة تماما، إيه اللي بيحصل جوه المبنى، درجة الحرارة عاملة إزاي، ومعدل التهوية عامل إزاي، لأن كانوا دول أهم نقطتين مهمين بالنسبة لي. بدأت ألاقي إنه بدراسة معدلات التهوية ودرجات الحرارة كانت معدلات التهوية بتزيد مع كل ساعة، يعني كل ساعة بيتم دخول كمية هواء معينة، وإن للأسف درجة حرارة الهواء ده ما كانتش بتتغير، يمكن كانت مع الوقت ومع مشكلة التغيرات المناخية، لأني كنت بدرس على الويذر فايل الحالي اللي هو ملف الطقس الحالي وملف الطقس ل2050 وال2100، فكان للأسف مع مرور الوقت معدلات التهوية كانت بتزيد، لكن درجات الحرارة جوه فراغات المبنى ما كانتش بتقل، ودي كانت عاملاني مشكلة كبيرة جدا، لأن درجة حرارة الهواء اللي داخل أصلا عالية، فكان لازم إن أنا أطبق يعني حاجة تغير لي من درجة حرارة الهواء اللي داخلة للمبنى قبل ما تدخل. عشان كده
بدأت إن أنا أعمل الجاردن المحيطة بالمبنى الأصلي واللي هي ما بين الغلاف الخارجي والغلاف الداخلي للمبنى عشان أحسن من درجات الحرارة. وكانت النتيجة النهائية إن أنا دلوقتي كان دايما سؤال بيتسأل، يعني أنا الاستادي دي عملتها بعد ما خلصت الدراسة الأساسية وبعد مدة طويلة من الماجستير، أخدت كورس، كنت باخد كورس مع تيو ديلفت، فكنا بنعمل إزاي إن أنا أحول المبنى لزيرو إنرجي بيلدينج. فبدأت إن أنا أخد نفس المبنى ده، لأن دايما كنت بتسأل طيب هي الواجهات المتحركة دي مش هتستهلك طاقة؟ طيب الطاقة دي ما هي برضو هتزود لي الانبعاثات. فأنا دلوقتي بدأت إن أنا أعمل الباسيف ديزاين تكنيكس، بدأت إن أنا أوفر من استهلاك الطاقة جوه المبنى عن طريق كذا حاجة. أولا المواد العزل اللي أنا استخدمتها أو تطبيق خاصية الثيرمال ماس اللي هي الكتلة الحرارية، إن أنا استخدمت مادة عزلة للحرارة بسمك معين بحيث إنها تزود لي المدة الزمنية اللي الحرارة هتتنقل من بره المبنى لجوه المبنى، وفي نفس الوقت حسنت من أداء التهوية عن طريق الواجهة المتحركة اللي أنا استخدمتها، ودرست الأماكن بتاعة الشبابيك في الواجهات الجنوبية والشرقية والغربية بحيث إن أنا أعمل كروس فنتيليشن أو أحسن أكتر من أداء التهوية. استخدمت شيدنج ديفايس بحيث إنها تحسنني من أداء الإضاءة الطبيعية جوه المباني وأقلل من استخدام الإضاءة الصناعية جوه المباني، وفي نفس الوقت عملت برضو روف جاردن، زرعت السقف بحيث ان انا اعمل عزل حراري عن طريق السقف المبنى، وفي نفس الوقت برضو ان انا احسن من جودة البيئة الخارجية للمبنى بتاعي واقلل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون او احسن او ازود نسبة الاكسجين في المنطقة اللي انا بنيت المبنى فيها. وحسبت استهلاك الطاقة عن طريق الغلاف الحركي ده، وعن طريق طبعا ان انا ما نسيتش حاجة مهمة جدا، ان انا استخدمت اجهزة موفرة للطاقة جوه المبنى، ان دي حاجة بنغفل عنها كلنا، ان احنا ممكن نجيب اي اجهزة وخلاص، لكن ما بناخدش بالنا ان احنا نجيب الاجهزة اللي هي معمولة عليها علامة ان هي موفرة للطاقة. فجمعت يعني نسب استهلاك الطاقة جوه المبنى وبدأت أشوف الطاقة اللي أنا هستهلكها، يعني أنا وفرت جزء الطاقة اللي أنا كده كده لازم أستهلكها، بدأت إن أنا أحط خلايا شمسية عن طريق أسقف المبنى وعن طريق الواجهات الجنوبية والغربية، لأن دي كانت جاية عليها أقصى إشعاع شمسي من خلال دراستي للسايت أناليسيس في مدينة القاهرة الجديدة، فلقيت ان الواجهتين دول عليهم اقصى اشعاع شمسي مع السقف، فبدات ان انا احط عليهم على الزجاج بتاع الشباك اللي هي خلايا شمسيه اللي هي انتجريتد مع الفتحات بحيث ان هي تعمل لي شيدنج على الزجاج ده، وفي نفس الوقت تولد لي طاقه. فبكده انا عملت كفر للطاقه اللي انا هستهلكها وحولت المبنى لزيرو انرجي بيلدينج، وده كان النتيجه النهائيه للمبنى بتاعي، ان هو عملت مبنى متنفس. كانت مشكلته الوحيدة انه لازم يكون في نظام تاني مع نظام التنفسي يكون بيبرد لي الهواء قبل ما يدخل جوه الفراغات بتاعتي، ومن خلال الدراسة اللي انا عملتها بعد الماجستير قدرت ان انا اوازن ما بين او احل المشكلة دي بعد كده، وبقى عندنا مبنى يمكن تنفيذه في مصر يكون يقدر ان هو يتكيف مع مشكلة التغيرات المناخية. قبل ما انهي الجزء بتاعي في فيديو حلو جدا، انا طبعا ما قدرتش احطه جوه السلايدز، بس انا شايفة انه الفيديو ده انسبايرنج قوي او ملهم للناس اللي هم لسه في بيدرسوا العمارة، اللي هم لسه في الكلية يعني، فانا نفسي ان هم يشوفوه بحيث ان هم يشوفوا الواجهات الحركية هما يقدروا يدرسوها عن طريق الاردوينو. كان مهندس عمر سليم من يومين مشير ازاي ان هو بيستخدم الاردوينو في استادي معينه هو كان بيعملها، فده مبنى كبير اللي احنا كنا بنتكلم عنه جوه السلايدز.
هنا عن طريق السنسورز وعن طريق الاردوين، وانا ممكن اعمل نظام تحكم، ممكن ان انا اصمم واجهه بتتحرك ريليتد لشده الاضاءه او شده الاشعاع الشمسي، او على حسب اللي احنا ممكن نحرك الايه الواجهه على اساسه. هو انا هبعت لكم الفيديو ده لانه لسبب او لاخر مش راضي يشتغل. هنا دول طلبة في قسم عمارة عاديين جدا زينا، بيبتدوا ان هم يعملوا دراسة معينة على الواجهات الحركية او على افكار هم فكروا فيها، وهم طلبة برضو عاديين، يعني ممكن يكونوا طلبة اندر جراديوت، مش طلبة ماجستير ولا دكتوراه، لكن هم عندهم الوعي وعندهم التولز اللي ممكن يستخدموها وعندهم العلم اللي يقدروا ان هم عن طريقه يعملوا افكار بره الصندوق. يعني لازم ان احنا نفكر في افكار مختلفه عن اللي احنا الحاجات اللي احنا طلعنا لقيناها في السوق وفي الافكار العاديه. دلوقتي بقى عندنا مرونه اكتر ان احنا نستخدم برامج، بقى عندنا تكنولوجيا، بقى عندنا حاجات كتير جدا نقدر ان احنا نستخدمها. ده مبنى العالم العربي في باريس، وبيوضح لك ازاي الوحدات بتتحرك. سكت شوية. ما ضيعش وقتكم، انا هبعت لكم الفيديو ده، هيبقى شيرد معاكم بحيث ان انتوا تشوفوها. بعد كده بيعرض ابراج البحر، وانا بس حبيت اوري للناس او للطلبه اللي هم بيتفرجوا علينا انه يا جماعه انتوا تقدروا ان انتوا تعملوا حاجات مختلفه. كل اللي انت محتاجه بس ان انت يكون عندك الادوات، ان انت يكون عندك الوعي. اول حاجه الوعي اللي هيخليك تروح تتعلم الحاجات اللي انت المفروض تتعلمها، اتعلم بارامتريك ديزاين، اتعلم انفايرمنتال ديزاين، اتعلم ازاي الواجهات المتحركه ممكن ان احنا نعملها بشكل بسيط جدا جدا عن طريق اجهزه، ايه التكنولوجيا اللي انا محتاجه اتعلمها عشان ابتدي اعمل واجهه متحركه او واجهه او اي حاجه انت عايز تعملها. مش لازم تكون حاجه بتتحرك او حاجه عظيمه، لكن لازم يكون عندك الوعي عشان تبتدي تعرف انت المفروض تتعلم ايه عشان تقدر تواكب العصر اللي احنا موجودين فيه والعصر اللي انت هتتخرج فيه، لان انت بتبني او بتستثمر في مستقبلك. فهنا انا طبعا بوجه لكم رسالة انه يا جماعة ما تقفوش عند الحاجات اللي بتاخدوها جوه الكلية، ابتدوا شوفوا افكار مختلفة وتعلموا من الناس في كل بلاد العالم بتعمل ايه، في دول عربية عملوا إيه، في دول أوروبية عملوا إيه، هنا في مصر في أفكار وفي شركات كتير جدا بتعمل برضو أفكار مختلفة وجميلة جدا. فلازم إن إحنا نشوف إيه الأفكار الموجودين، نشوف السيرة الذاتية بتاعت المعماريين الكبار عملوا إيه، وإيه المشاريع اللي اشتغلوا عليها، وإيه الأفكار اللي عملوها، بدأوا يشتغلوا إزاي، وبدأوا أصلا مسيرتهم المهنية إزاي، لأن الموضوع ده ملهم جدا. يعني أنا كنت في فترة من الفترات جات لي حالة إحباط كده، وبدأت أشوف طيب المعماريين دول بدأوا إزاي وعملوا إيه في حياتهم، لقيت في فعلا قصص ملهمة جدا في حياة المعماريين اللي هتخليك تقول لأ، طيب ما الناس دي أهي ما طلعتش من فراغ، دي تعبت جدا عقبال ما وصلت للحاجة اللي هم وصلوا لها. فلازم يكون عندنا ثقافة عامة، لازم يكون عندنا وعي بإيه اللي بيحصل حوالينا، لازم يكون عندنا علم، لازم يكون عندنا حاجات كتير قوي نبتدي نشتغل عليها من دلوقتي. وحتى لو انا خريج ولسه ببتدي يعني اشوف ايه اللي بيحصل حواليا، اتس نوت تو ليت، يعني ابتدي في اي وقت في اي سن في اي مرحله، بس شوف انت نفسك تحقق ايه او نفسك توصل لهدف ايه واشتغل عليه وان شاء الله هتوصل له.
وشكرا جدا جدا لمتابعتكم، ولو في اي اسئله طبعا اتفضلوا. يعني جزاكم الله كل خير يا دكتور، ألف شكر. في حد عنده أي أسئلة؟